السلام عليكم. راح نبدا ان شاء الله بتشابتر جديد هو لينير مومنتم اند كوليجنز، هو الزخم الخطي والتصادمات. الان راح اتعرف على كميه جديده بتربط الكتله مع السرعه. هذه الكميه كميه متجهه. احنا طبعا تعرفنا على ربط الكتله مع السرعه بكميه قياسيه اللي هي الطاقه الحركيه. الان في عندنا كميه نربط فيها الكتله مع السرعه بكمية بنسميها احنا لينير مومنتم، هو الزخم الخطي. الآن الزخم الخطي نبدأ في العلاقة، إثبات العلاقة اللي هي حسب قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل، مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، وبالتالي القوتين بيكونوا متساويات ولكن متعاكستين بالاتجاه. احنا نعرف ان القوة بتساوي هي ام في اي، المجموع القوة بتساوي عندي ام 1 في اي 1 والقوة الثانية ام 2 اي 2، مجموعهم مع بعض بتساوي عندي الفعل ورد الفعل بيساوي صفر. وكمان التسارع هو التغير في السرعة بالنسبة للزمن. إذا كانت الكتلة ثابتة ما بتتغير مع الزمن، ممكن ندخلها جوا المشتقة بيصير عندي اللي هي دي باي دي تي لأم 1 في 1، لأن أم 1 في 1 هي كمية احنا بنسميها لينير مومنتم. لينير مومنتم أو الزخم الخطي كمية بتعتمد على الكتلة والسرعة. بما أن السرعة كمية متجهة فالمومنتم هو كمية، لينير مومنتم هو كمية متجهة. لأن بما أنها كمية متجهة وبالتالي هي ممكن لازم نحللها حسب النظام الموجود عندي، لينير مومنتم على اكس، لينير مومنتم على واي، والزخم الخطي على زد اللي هي ام في في زد. الآن لو بالعودة على إلى قانون نيوتن الثاني اللي هو مجموع القوى بتساوي عندي ام في اي، واي بتساوي دي في باي دي تي. الآن دي في باي دي تي هي لو دخلنا الام جوا المشتقه اللي هي دي باي دي تي للبي اللي هي هذه، هذا شكل من اشكال قانون نيوتن الثاني اللي هو مجموع القوى بيساوي التغير في الزخم الخطي بالنسبه للزمن. الان لو افترضنا في عندنا نظام معزول تماما، وبالتالي في عندي اي ما عندي اي مؤثرات خارجيه عليه، وبالتالي حكينا العلاقه اللي هي دي باي دي تي للبي 1 بلس بي 2 بتساوي صفر. اذا كانت المشتقه لاي فانكشن بتساوي صفر فالفانكشن هذا لازم يكون عندي بيساوي ثابت، فالتغير في الزخم الخطي بيساوي عندي صفر. ايش معنى التغير هذا؟ اللي هو الزخم الخطي او مجموع الزخم الخطي الابتدائي بيساوي الزخم الخطي النهائي، وبالتالي الزخم يكون محفوظ اذا كان النظام عندي isolated اللي هو معزول تماما. الان ناخذ مثال، نفترض ان وجود عندي صياد، كتلة هذا الصياد هي 60 كيلو جرام، بده يرمي سهم، وهذا الصياد واقف على أرضية ملساء تماما جليد مثلا. الآن إذا كانت سرعة انطلاق السهم 85 متر في الثانية، وكتلة السهم هي 3% كيلوغرام، الآن كم سرعة ارتداد هذا الصياد راح تكون؟ الآن أول خطأ راح يقع في الطالب هو يقارن السرعة بسرعة، بيحكي إنه مثلا بما أن سرعة الصياد سرعة السهم حتكون 85، إذا الصياد حتكون سرعة 85. هذا الكلام مش منطقي. عملية المقارنة بتكون لازم نقارن زخم بزخم، زخم السهم مع زخم الصياد. الآن صحيح أن السرعة 85 لكن الكتلة السهم قليلة جدا، كتلة الصياد كبيرة جدا، لازم تكون سرعته قليلة جدا عشان نعوض اللي هي الزيادة في سرعة السهم. الآن الزخم الخطي قبل بيساوي الزخم الخطي بعد. الآن الزخم الخطي قبل اللي هي قبل ما ينطلق السهم مباشرة، الآن السهم واقف، عفوا سرعة السهم صفر والصياد سرعته صفر، إذا الزخم الخطي قبل بيساوي صفر. الآن الزخم الخطي بعد اللي هي أم في كتلة اللي هي سرعة كتلة السهم في سرعته زائد كتلة الصياد في سرعته اللي هي المجهول اللي احنا ما بنعرفها. لا خطأ أن نحط سرعة الصياد نيجاتيف، احنا بنعرف ضمنيا انها نيجاتيف ولكن خلي الماث هو يعمل لنا الحسابات. فبنحكي ام للسهم في سرعة السهم بلس ام للارشر في سرعة الارشر بتساوي عندي صفر.
بالتعويض المباشر بنلاقي انه سرعة هذا الصياد راح تكون عندي اللي هي M2 على M1 V2 final. بالعملية تعويض الأرقام راح تكون عندي 4% متر في الثانية. لأن الإشارة السالبة هذه بتعني إنه راح يرتد للخلف، يعني السهم راح ينطلق لهذا الجهة، الصياد راح يتحرك بهذا الجهة. لو قارنا السرعة بنلاقي إنه السرعة قليلة جدا، وهي منطقية مقبولة لأنه كتلة هذا الصياد كبيرة جدا مقارنة بكتلة السهم. نتذكر احنا ما بنقارن كتلة بكتلة ولا بنقارن السرعة بسرعة، احنا بنقارن زخم بزخم، زخم السهم وزخم الصياد. الآن لو هذا الصياد رفع السهم بزاوية مقدارها ثيتا اللي هي بشكل مائل بهذا الشكل بيطلق السهم قوسي. في هذه الحالة ايش ممكن عندنا يصير؟ الآن راح يصير كالآتي، نفس العلاقة راح ناخذها اللي هي الزخم الخطي قبل ما يطلق بتساوي الزخم الخطي بعد ما يطلق. لأن قبل ما يطلق ما اختلفش عنا الشيء، هو صفر. لأن بعد ما يطلق راح تكون عندي سرعة كتلة السهم في سرعته، بس لكن سرعته في هذا الحال راح نحللها. نتذكر الزخم الخطي كمية متجهة، راح نحللها فتكون عندي السرعة في الكوساين ثيتا. لأن بالتعويض المباشر في المعادلات حتكون عندي اللي هي كتلة الصياد في سرعته بلس كتلة السهم في سرعته اللي في مركبة سرعته في اللي هي كوساين ثيتا في 2 فاينل كوساين ثيتا. بعملية حساب بسيطة جدا بتعويض الأرقام بنلاقي إنه اللي هي الفي 1 فاينل بتساوي ماينس ام 2 على ام 1 في 2 فاينل كوساين ثيتا. لا لو كان النظام عندي نون ايسوليتد، النظام عندي غير معزول. الان اذا كان النظام عندي غير معزول وبالتالي في بمعنى اخر وفي عندي محصلة قوى بتتأثر على هذا بتطبق على هذا النظام مش صفر، بالتالي مجموع القوى عندي بتساوي عندي دي بي باي دي تي. لان دي بي بتساوي عندي سميشن اوف اف دي تي، لان التغير في الزخم الخطي بيساوي مجموع القوى في دي تي. هذا التغير في الزخم الخطي بنسميه انه تقول لي مسمى خاص اللي هو الامبلس الاي. الان التغير في الزخم الخطي والامبلس بتساوي عندي مجموع القوى في دلتا تي. الان خلينا نفصل هذه الشيء بالضبط. اي هي دلتا بي او التغير في الزخم الخطي اللي بي فاينل ماينس بي انيشال. لا مجموع القوى اللي هي اذا كان في عندي نت فورس على النظام، وبالتالي معنى ان النظام عندي غير معزول. دلتا تي هي الكونتاكت تايم، زمن الملامسة، ملامسة هذا السطح قبل وبعد. لا راح نشوف بالضبط شو معناتها هذه. فالاي نتذكر العلاقة هذه مهمة جدا، اي بتساوي عندي دلتا او سميشن اوف اف دلتا تي اللي هو الامبلس اللي هو دلتا بي. الآن في تجربة لفحص بريكات سيارة أو فحص السيارة مدى تحمل هذه السيارة، اللي هي سيارة اصطدمت في جدار كانت بتتحرك بسرعة ماينس 15 متر بير سكند، هذا قبل ما الاصطدام. لأن بعد الاصطدام اصطدمت بالجدار وارتدت بسرعة مقدار 2.6. زمن الالتحام لما بين السيارة والجدار كان بيساوي عنا 0.15 سكند، هو زمن الاتصال. أوجد الإمبلس أو التغير في الزخم الخطي. الآن التغير في الزخم الخطي هو بي فاينل ماينس بي انيشال. نتذكر ناخذ السرعة زي ما هي، لأن بي فاينل اللي هي كتلة السيارة 1500 كيلوغرام بسرعتها اللي 2.6 اللي هي الفاينل، ماينس اللي هي البي انيشال عندي كتلة السيارة 1500 في ماينس 15. الآن بعملية حساب فالإمبلس عندي بيكون عندي بيساوي اللي هي بالتعويض حتكون عندي 2.64 في 10^4 متر كيلوغرام متر في الثانية. لاحظ انه ماينس ماينس. الآن how much the average net force، كم محصلة القوى، متوسط محصلة القوى الموجودة عندي في النظام. بنستخدم العلاقة اللي هي الامبلس اللي تكلمنا عنها، الامبلس بتساوي مجموع القوى عندي، مجموع القوى في الدلتا تي في هذه الحالة.
الآن المجموع الإمبلس أوريدي حسبناها 2.64 في 10^4، والزمن الالتحام الكونتاكت تايم هو 0.15، فالمجموع القوى الأفرج عندي بيساوي آي على دلتا تي بعملية حساب بنلاقينا 1.76 10 to the power 5 نيوتن بالآي هات. الآن نتعرف على التصادمات. الآن التصادمات في عنا تصادم في بعد واحد، تصادم في بعدين، تصادم في ثلاث أبعاد. نبدأ في تصادم in one dimension. التصادمات في بعد واحد، في عنا أنواع التصادمات قبل ما نأخذ الدايمنشنز، هي تصادمات مرنة وتصادمات غير مرنة، elastic collision و inelastic collision. الآن معنى كلمة مرن هنا مش معناته أنه ممكن نثني هذا الجسم، لا، كلمة مرن بتعني أنه قابل للأخذ والعطاء، وبالتالي عملية التبادل فيه بتكون عملية سلسة بدون أي خسارة. تبادل لإيش؟ تبادل للطاقة. إذا في التصادمات المرنة الطاقة بتكون محفوظة، الطاقة الحركية بتكون محفوظة، والزخم بيكون محفوظ. إذا في نوعين التصادمات، مرن وغير مرن. التصادم المرن الطاقة الحركية بتكون محفوظة قبل التصادم وبعد التصادم، والزخم الخطي بيكون محفوظ. أما التصادمات الغير مرنة وبالتالي عملية التبادل بتكون صعبة شوي، وفي عنا في خسارة بتكون في الطاقة، وبالتالي الطاقة بتكون مش محفوظة ولكن الزخم الخطي محفوظ. إذا في جميع أنواع التصادمات الزخم الخطي محفوظ، بس في حالة التصادمات المرنة elastic collision بتكون الطاقة الحركية محفوظة. أما في حالة inelastic collisions بتكون الطاقة الحركية غير محفوظة. الآن لو بدأنا في الـ inelastic collision، تصادم غير مرن، في هذه الحالة فقط حكينا إنه الزخم الخطي فقط هو المحفوظ قبل التصادم وبعد التصادم. الآن قبل التصادم M1 V1 initial plus M2 V2 initial بتساوي عندي M1 plus M2 في الـ V final، زي ما احنا شايفين المعادلة هذه. الآن لاحظ إن الكتلة التحموا مع بعض، الكتلة أصبحت عندي كتلة واحدة، دمجناهم مع بعض لأنهم بيتحركوا بسرعة واحدة. بالمناسبة كلمة inelastic أو كم ممكن نتعرف على إن هذا التصادم غير مرن، في ممكن نحكيها بشكل مباشر بالسؤال إنه هذا التصادم تصادم غير مرن، أو ممكن نحكي إنه فالتحم الجسمان. إذا التحم الجسمين مع بعض أو التصقوا مع بعض وتحركوا كأنهم جسم واحد، في هذه الحالة نعرف إنه هذا التصادم تصادم غير مرن. أو ممكن نحكي مثلا صار في عندنا خسارة في الطاقة الحركية، هذا كمان مثال على إنه التصادم هذا تصادم غير مرن. هذه المعادلة اللي هي V final بتساوي عندي M1 V1 initial plus M2 V2 initial على M1 plus M2، هي معادلة خاصة في حساب السرعة النهائية للنظام بعد التصادم، خاصة فقط في التصادمات غير المرنة. إذا V final بتساوي M1 V1 initial plus M2 V2 initial على M1 plus M2، سرعة النظام بعد التصادم، سرعة النظام النهائية بعد التصادم. الآن في التصادمات اللي هي الإلاستيك كوليجن، التصادمات المرنة، حكينا في عنا الزخم الخطي محفوظ قبل التصادم مع التصادم، والطاقة الحركية محفوظة. إذا في عنا M1 V1 initial plus M2 V2 initial equal to M1 V1 final plus M2 V2 final، والطاقة الحركية اللي هي M1 half M1 V1 initial square plus half M2 V2 initial square equal half M1 V1 final square plus half M2 V2 final square. الآن الفكرة كالآتي، عندنا معادلتين بدنا نحلهم ونحسب منهم كم سرعة كل نظام فيهم على سرعة النظام النهائية لكل واحد فيهم على حدة. الآن حلهم مش صعب، ولكن راح نختصر طريقة الحل لمعادلتين رئيسيتين، هذا طبعا طريقة الحل كيف وجدناهم. نختصر الحل بمعادلتين رئيسيتين مطلوب منكم تحفظوهم زي اسمكم، هذول المعادلتين اللي هم سرعة النظام، ها طبعا منين جايات هذول؟ من حل المعادلتين هذول اللي هم الزخم والطاقة الحركية، هذول خاصات فقط في Elastic Collision. سرعة النظام الأول النهائية بتساوي M1 B M1 minus M2 على M1 plus M2 في V1 initial plus 2M2 على M1 plus M2 في V2 initial
ضروري جدا نتذكر الترتيب، مهم جدا الطرح متى بكون ومتى بكون ضعف الكتلة بالعلاقة هذه. لأن في تو فاينل اللي هي سرعة الجسم الثاني النهائية بتساوي عندي 2 ام 1، لاحظ 2 مع ام 1، 1 مع 2. الآن 2 ام 1 على ام 1 بلس ام 2 في الفي 1 انيشال اي بلس ام 1 ام 2 ماينس ام 1 على ام 1 بلس ام 2 في الفي 2 انيشال. هذول المعادلتين مهمات جدا 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 جدا، ضروريات جدا نستخدمهم في حالة حساب السرعة النهائية للأجسام المتصادمة مع بعضها التصادم مرن. الآن الطالب اللي ما بيحب يحفظ هذول المعادلتين بإمكانه يرجع بطريقة الحل، يرجع المعادلتين الأساسيات هذول ويحلهم مع بعض ويحسب السرعة زي ما بده. ولكن أنا شخصيا بفضل إنك يعني تحفظ هذول العلاقات وتعرف كيف تتعامل معهم. إذا أصبح عندنا 3 معادلات، هذه المعادلة خاصة بالتصادمات غير المرنة اللي سرعة المنظومة كاملة الجسمين اللي التحمن مع بعض النهائية بتساوي M1 في الـ V1 initial plus M2 في الـ V2 initial على M1 plus M2. وكمان هذه المعادلتين خاصات في التصادمات المرنة، التصادمات المرنة سرعة النظام الأول النهائية، سرعة النظام الثاني النهائية حسب المعادلتين اللي احنا شايفينهم، هذه المعادلة وهذه المعادلة. الآن في بعض الـ exceptions لحالات الاستثنائية، لما لو كانت السرعة النهائية صفر، لو كانت السرعة الابتدائية للجسم الثاني صفر، أو كانت مثلا الكتل متساويات، أو الكتلة الأولى أكبر من الكتلة الثانية، إيش ممكن يصير؟ الآن في عندنا مجموعة من الحالات، يعني هذه الحالات ممكن ناخذهم أو ندرسهم من اللي هي السرعة النهائية للنظام الأول والسرعة النهائية للنظام الجسم الأول والجسم الثاني. فمثلا لو كانت V2 initial صفر، يعني كان الجسم الثاني واقف فاصطدم جسمين، يعني كرتين، واحدة كانت واقفة والثانية متحركة، إذا كان هذا النظام صفر فهذا الجزء هذا كله صفر، فتتحول عن السرعة اللي هي فقط هذه. الآن هذه كمان صفر، فهي السرعة الثانية بتساوي عندي هذه السرعة النهائية للنظام الثاني. يعني في عنا مثال مثلا بتكلم فيه لسيارة كتلتها 1800 كيلوغرام stopped at traffic light is struck from the rear. سيارة كتلتها 1800 كيلوغرام كانت واقفة على إشارة مرورية، ضربتها سيارة من الخلف كتلتها 900 كيلوغرام. الآن السيارتين become entangled، entangled يعني التحموا مع بعض. هذه الكلمة بتعطينا على طول انطباع أنه هذا التصادم هو تصادم غير مرن، moving along the same path، الآن مشوا في نفس الخط بعد ما اصطدموا مع بعض وكأنهم نظام واحد. If the smaller car were moving 20 meter per second before the collision، إذا السيارة اللي هي الأصغر تحركت 20 متر before قبل التصادم، what's the velocity of the entangled، كانت سرعتها طبعا 20 متر في الثانية، ما هي سرعة النظام الملتحم كامل السيارتين مع بعضهم؟ مباشرة بالعلاقة اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي أول شيء حددنا نوع التصادم هو تصادم غير مرن، مباشرة في العلاقة اللي هي الـ V final بتساوي عندي اللي هي العلاقة هذه. الآن V final بتساوي M1 V1 initial plus M2 V2 initial على M1 plus M2. M1 plus M2 هي ناتجة عن التحام الكتلتين مع بعضهم. نتذكر إنه أن السيارة الأولى كانت أصلاً واقفة على إشارة المرور، فالفي فاينل بتساوي M2 V2 initial على حاصل جمع الكتلتين. مباشرة بنحلها زي ما احنا شايفين هنا M1 V1 M1 V initial على M1 plus M2 اللي هي V1 اللي هي M1 900 في 20 على 900 في زائد 1800، بتكون السرعة عندي اللي هي 6.67 متر في الثانية. الآن الحال وات اف، ايش ممكن يصير لو كان نظام معكوس، يعني بمعنى انه السيارة الواقفة اللي هي 900 والسيارة المتحركة هي 1800، مع على فرض انه السرعة هي كانت نفس الشيء اللي هي 20،
نفس المعادلة، بنحط بدل 900 1800 في 20 على 1800 في زائد 900 ل 13، وهذا منطقي. بمعنى انه لو سيارة صغيرة خبطت سيارة كبيرة كانت واقفة، النظام راح يتحرك بسرعة 6، لكن لو سيارة كبيرة ضربت سيارة صغيرة اوكي وكانت واقفة، فالنظام حيتحرك بسرعة اكيد راح تكون اكبر. الآن في مثال كثير بيستخدموه في الفورنزيك لكشف الجرائم، مش راح نتكلم بتفاصيل كثير، اللي هو بسموه احنا البوليستيك بندلوم، هو البندول البالستي. الآن هو عبارة عن قطعة خشبية معلقة في سقف معين أو في شجرة، لأن هذه القطعة الخشبية كانت أصلا واقفة ما بتتحركش، أجت طلقة على هذه القطعة الخشبية بسرعة ابتدائية معروفة مثلا أو غير معروفة بنحسبها احنا، دخلت في داخل قطعة الخشب والتحمت معها، فالنظام كامل هذا طار بالجو، عمل كأنه بندول، وصل للماكسيمم هايت، أقصى ارتفاع عندنا. الآن كم سرعة الطلقة قبل ما تدخل في داخل قطعة الخشب؟ لو جينا ننظر لهذه المسألة بدون أرقام طبعا بشكل سريع، لو جينا ننظر لهذه المسألة فهي عبارة عن مسألتين مستقلتين عن بعض. المسألة الأولى اللي هي الطلقة وقطعة الخشب، الطلقة وقطعة الخشب مثل عندي نظام تصادم، بما أن الطلقة التحمت في قطعة الخشب فهذه عندي تصادم غير مرن. الآن النظام الثاني هو طلقة جوا قطعة خشب تتحرك كأنها بندول زي ما احنا شايفين في هذه الحالة، وصلت للماكسيمم هايت، وبالتالي هنا عندنا في قانون حفظ الطاقة. الآن potential energy kinetic energy، potential energy عندي نتيجة الارتفاع ما فيش حركة لأنه وصل maximum height، وال kinetic energy اللي هي كانت عندي half total m في v square. الآن باستخدام ال two setups الموجودات عندي هذول هم التصادمات، وال هذا التصادم، هذا الجزء تصادم وهذا الجزء هو عبارة عن حفظ الطاقة، ممكن احنا نحسب كم سرعة الطلقة الابتدائية. خلينا نشوف كيف. الآن الطلقة اصطدمت في قطعة خشب والتحمت فيها زي ما احنا شايفين، والنظام كامل يتحرك كبندول. الآن ندرسها باكورد بالعكس. الآن ام جي اتش اللي هي عندي البوتنشال انرجي بتساوي عندي هاف ام في سكوير. في مين هي؟ في للخشبة، قطعة الخشب مع الطلقة. اوكي، الآن اللي هي السرعة النهائية، السرعة النهائية لهذا النظام اللي هي نفسها، أو عفوا السرعة الابتدائية لهذا النظام هي نفسها السرعة النهائية للنظام هذا قبل بعد التصادم. إذا طلقة قطعة خشب، سرعة الطلقة في 1 initial احنا بدنا إياها، الخشب سرعتها صفر. الآن الطلقة لما التحمت في قطعة الخشب تحركت بسرعة في بي، لان في بي عندي بتساوي اللي هي ام 1 بلس ام 2 في الفي بي اللي هي الفي فاينل، بتساوي عندي ام 1 في 1 اي بلس ام 2 في 2 في 2 للبلاك. بتعويض الارقام بتكون عندي الفي بي بتساوي، بتعويض الرموز، الفي بي بتساوي عندي ام 1 في الفي 1 اي على ام 1 بلس ام 2. لان زي ما احنا شايفين انه سرعة، هذه هي سرعة قطعة الخشب مع الطلقة بتساوي عندي M1 V1 initial على M1 plus M2. الآن سرعة الطلقة مع قطعة الخشب اللي هي VB في النظام الأول، أو السرعة النهائية في النظام الأول بتمثل السرعة الابتدائية في النظام الثاني، فالكانتك انرجي بتساوي زي ما حكينا قبل شوي potential energy بتساوي عندي كاينتك انرجي. بإعادة الترتيب بنلاقي انه وين المعادلة صارت؟ هنا. الآن ام 1 سكوير في 1 اي سكوير على 2 في ام 1 بلس ام 2. الآن بإعادة تجميع الحدود كلها مع بعضها، الآن بنلاقي ام جي اتش بتساوي عندي باستخدام معادلة ام جي اتش وحفظ الطاقة، بنلاقي انه في 1 اي بتساوي عندي M1 plus M2 على M1 في square root of 2GH زي ما احنا شايفين في الحالة. الآن مثال ثاني على هذا النظام اللي هو a block of mass M1
صندوق كتلته M1 بتساوي عندي 1.6 كيلو جرام initially moving to the right. إذا صندوق كتلته M1 هذا بتحرك بسرعة مقدارها 4 متر في الثانية لليمين. الآن صندوق ثاني بتحرك لليسار بسرعة مقدارها ناقص 2.5 متر في الثانية، في بينهم زمبرك. الآن هدف من فكرة وجود الزمبرك هذا أنه يكون عندي تصادم مرن، يعني لما يلتحموا مع بعض، أو مش راح يلتحموا، لما يصطدموا مع بعض راح يرتدوا عن بعض بشكل مستقل. الآن راح نضغط هذا الزمبرك، وبعدين يصير عندنا عملية ارتداد عكسي لهذه الكتل. إذا كان ثابت مرونة هذا الزمبرك هي 600 نيوتن نيوتن بير متر، then find the velocities of the two blocks after the collision. أعطيني كم سرعة هذا الصندوقين بعد عملية التصادم الموجودة عندنا. الآن بما أنه هذا التصادم تصادم مرن، وبالتالي أنا راح ألجأ مباشرة للمعادلتين اللي حكيت عنهم قبل شوي، هذول الثنتين هون. فسرعة النظام الأول النهائية هي معادلة جاهزة، وسرعة النظام الثاني النهائية هي المعادلة هذه جاهزة. بالتعويض فيهم الآن بحط طبعا الإشارات لازم نحتفظ فيها as is زي ما هي الإشارات. هون طبعا حل السؤال بطريقة مختلفة، بس أنا ما بهم، هنا بهمني أعرف أتعامل مع المعادلات الموجودة عندي. هون بستخدم الحفظ الزخم والطاقة الحركية، هذا كله ما بهمني، بهمني استخدم المعادلتين اللي حكيت عنهم فوق. ممكن نحسب بكل سهولة اللي هي سرعة النظام الأول النهائية وسرعة النظام الثاني النهائية. بالتعويض حنلاقي إنه السرعة بتساوي 3.12 وسرعة النظام الأول ناقص 3.38، وهذا جواب منطقي لأنه النظام الأول راح يرتد للخلف، وبالتالي سرعته حتكون نيجاتيف، والنظام الثاني راح يرتد للجهة اليمين وحتكون سرعته موجبة، وهذا كلام منطقيا مقبول. الآن determine the velocity of block 2 during the collision، حدد سرعة الصندوق الثاني خلال التصادم في اللحظة اللي كان فيها البلوك الأول moving to the right with velocity 3 meter per second. يعني الآن هذا النظام الـ M1 بيتحرك بسرعة 4، لكن لما اصطدم بالزمبرك راح تبلش تقل سرعته شوي شوي. في اللحظة اللي كانت سرعته بتساوي 3، حدد لي كم سرعة هذا النظام اللي هو V2 Final. هذا طبعا بكل سهولة باستخدام الزخم الآن قبل وبعد زي ما احنا شايفين. فبال V2 Final بتساوي M1 V1 Initial plus M2 V2 Initial minus M1 V1 Final على الـ M2. بالتعويض بالأرقام بنلاقي إنه minus 1.74. الآن minus 1.74 معناتها إنه لسه الجسم الثاني بيتحرك لليسار بهذا الشكل، بعده رايح بهذا الاتجاه بهذا الشكل. الآن هذا معناه إنه الجواب عندي minus 1.74، ومنطقيا هذا الكلام أكيد صحيح. الآن كم مسافة انضغاط هذا الزمبرك في هذه اللحظة؟ الآن هون في هذه الحالة الآن في عندي حفظ الطاقة اللي هي التغير في الطاقة الحركية زائد التغير في البوتنشال انرجي ايكوال زيرو. تعويض بس في الأرقام موجودة عندي في المعادلة الأولى هذه، راح يكون عندي اللي هو مسافة انضغاط هذا الزمبرك في هذيك اللحظة تحديدا اللي هي 0.173 متر، اللي هي لما طبعا الأرقام موجودة عندي اللي هي السرعة، السرعة 3، والسرعة هون اوريدي حسبناها ماينس 1.75 لهذا النظام. الآن ضل عنا اللي هي الكوليجنز انتو دايمنشن، إن شاء الله المرة القادمة بنكمل في هذا الجزئية. شكرا لكم.